موجودين بيتسابقوا ويقطعوا رقم واحد رقم اثنين عم يتكلم في السياق ده ايدك جنبك ما تعملش مين بدايات بدايات دول مامنين كانوا تلزمهم صحفي مصر اللي هم جزء من الحركه الوطنيه المصريه على مر تاريخ مصر والاقل شهادات والمصابين في الخمس سنوات اللي فاتوا لا يقل دورهم عن دور الثوار ولا عن دور رجال الجيش والشرطه اللي قدموا شهداء فنحن اولا بنشكر احترامنا وتقديرنا ما سوف نعمل عن جبهه تصحيح المسار احنا هنسنده ونؤيده داخل البرلمان ما سوف عن جموع الصحفيين لتصحيح مسار لقاده الصحفيين احنا هنسنده ونؤيده الامر الثاني ورد في كلمه حضرتك ان الاثنين اللي كانوا مطلوبين تم ادخالهم النقابه بواسطه احد النواب لو سبب هذا الكلام سوف نسعى لاتخاذ اجراء حاسم ورادع لان يثبت تورطه بانه هو دخل الاثنين مطلوبين بقصد تهريبهم داخل نقابه الصحفيين وكان جزء من الازمه اللي موجوده دي لو ثبت دون احنا هنتخذ اجراءات وهنسعى لاتخاذ اجراءات قانونيه ضدهم داخل البرلمان كل الاحترام والتقدير لحضراتكم واحنا بنساندكم الاستاذ مبتدا دوت كوم